ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل يجوز مسح اليدين بعد الدعاء، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ هذا لم يثبت، ورد فيها حديث لكنها ضعيفة، لم يثبت، فتركه أولى، ومن فعله لا ينكر عليه لوجود أحاديث في هذا، لكن تركه أولى، لعله يكفي هذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.